الفائز دلوقتي عنده جايزتين، جايزة يعني ثلاثة ليه، جايزة إنرشيا ال100,000 جنيه، وهيقابل أستاذ باسل الحيني مصر قابضة للتأمين لاحتمالات استثمار، وأيضا كرياتيفا في جوائز كاش وجوائز الاحتضان، لأن احنا عندنا الأول والتاني هياخدوا جوائز في من وزارة الاتصالات ومن كرياتيفا. الأول هياخد 180,000 جنيه ما بين يعني فلوس كاش وبين تدريبات في كرياتيفا أو خدمات في كرياتيفا، والتاني عنده جايزة أخرى تدريبات ب30,000 جنيه من كرياتيفا. الآن حان وقت النتيجة، يا ترى مين اللي هيكسب النهاردة؟ أديكن 65%، دنتي بلس 56%، وفواتيرك هو الفائز 73%. unexpected. هدوء هو اللي هدوء هو اللي وصله. اتفضل. يعني ان شاء الله هو في شيك حقيقي، يعني هو في شيك حقيقي، بس هي دي دلوقتي كرتونه. اذا من انرشيا العقاريه شريك النجاح، نكتب اسمك بقى يا فواتيرك. صح، انا بقول كده. مش كده، نكتب اسمك. اكتب انا حضرتك. ثواني، انا اللي هكتب. فواتيرك الحلقه الاولى. مبروك فواتيرك، وايضا انت لانك يعني عديت 70% فتستحق جايزه ايضا وزاره الاتصالات وكرياتيفا، وعندك موعد كمان مع الاستاذ باسل الحيني للاحتمالات للاستثمارات. اديكن عندك ايضا جايزه من الاتصالات وكرياتيفا بتدريبات بقيمه 30,000 جنيه. انا وانت كنا متوقعين دنتي بلس يكسبوا اقل حاجه. صعبان عليا قوي. معلش بقى دنتي بلس، معلش. انا بشكركم.